اختتمت الأربعاء فعاليات المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب الذي نظمته النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء. رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن محمود الحياري قال إن هذا المؤتمر خرج بعدة توصيات ونتائج تهم العامل الأردني على وجه التحديد، إضافة إلى تفعيل قدرات المرأة والشباب بالمجتمع وإنشاء قيادات نقابية عمالية والتركيز على العمال المهاجرين من المنطقة العربية بشكل عام وتجربة الأردن باستقبال المهاجرين من العمال. بشكركم على هذا اللقاء، واليوم هو اليوم الرابع للمؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب في العالم، واليوم كانت الجلسة الختامية للمؤتمر، وناقش اليوم المؤتمر أهم القرارات، وتم اتخاذ عدة قرارات في هذا المؤتمر، منهم قرار، أول قرار هو دعم المرأة ودعم قدرات المرأة وعمل استراتيجية لرفع قدرات وسوية المرأة في العمل النقابي بشكل عام، والتبسيط أي التبسيط المشاكل التي تواجهها المرأة، وتم الاتفاق على عقد عدة دورات تدريبية في أنحاء العالم للمرأة بشكل عام لتبادل الخبرات ما بينها وبين زميلاتها ورفاقها في العالم. النقطة الثانية اللي هي الشباب اتخذ قرار بدعم الحركة الشبابية بشكل عام، وكذلك العمل على إعداد دورات خاصة في القيادة النقابية للشباب، وكذلك رسم خطط مستقبلية لدمج الشباب بعلاقات ما بينهم ما بين الدول الأخرى في الاتحاد الدولي لنقابات العمال والبناء. أما من ناحية الهجرة فتم الاتخاذ بأنه بنطالب العالم بأسره بأن يتعامل مع المهاجرين التعامل الحسن، وهنا تمت الإشادة بالأردن بالأسلوب الحضاري اللي بتعامل فيه الأردن من ناحية التعامل مع الشباب ومع اللاجئين ومع المرأة بشكل عام. من ناحية اللاجئين، يعني الأردن تقريبا حاز معظم النقاش والحوار على دور الحكومة الأردنية في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات لهم وفتح المدارس للاجئين، وهذا شيء جميل جدا إنه دولة فتية ومثل الأردن دولة إمكانياتها محدودة أن تفتح مدارسها ومستشفياتها ومعاهدها وجامعاتها اللي أمام اللاجئين، فهذا الشيء يقدر للأردن والدور اللي قامت فيه الأردن باتجاه اللاجئين بشكل عام، وكذلك رعاية العمال المهاجرين والموجودين على أرض الأردن، رعايتهم والاهتمام فيهم، ولا سيما أنهم يعاملوا كما يعامل المواطن الأردني أو العامل الأردني من ناحية تقديم الخدمة له، اشتراكه سواء في قانون عمل العمال الأردني أو في الضمان الاجتماعي أو بسائر التأمينات ومنها التأمين الصحي له. فبالتالي يعني قرارات المؤتمر كانت هي لصالح الأردن بشكل عام ولصالح العالم والمنطقة الإفريقية. شكرا لكم، شكرا شكرا على تغطيتكم هذه النشاطات. وناقش المؤتمر الذي استمر لمدة 4 أيام الذي شارك فيه نقابيين من دول جنوب أفريقيا والشرق الأوسط التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للشباب والنساء وتطوير استراتيجيات ودراسة الحملات الناجحة والمهارات والتوعية ومحور العمالة الوافدة.